So hi everybody, I hope that you are fine. Today I'm going to speak about national exam. اليوم غنهضر على امتحان الوطني الموحد البكالوريا. هنا الدورة العادية الشعبة العلمية والتقنية والأصيلة. بداية نحاول نركز على language أكثر ماشي على comprehension. text كدي شويش الوقت خصك تقرأ وتشرح الكلمات إلى آخره. غنمشي مباشرة language. اوكي كومبريهنشن هو هذا اسئله ديال الفهم. هذه خصك تقرا تيكست، راه ما يمكنش مستحيل تجاوب على شي حاجه بدون ما تقرا تيكست، ما يمكنش، ضروري تيكست. هذا لا يكتب اي شيء في هذا الاطار كتخلع. اوكي هنايا لانجويج، هذه هي لانجويج، هذا الشيء اللي غنركزوا اليوم عليه. اذا عندنا لانجويج، give the correct form of the words in brackets. give يعني اعطي the correct form، يعني فورما او الشكل ديال الكلمات بين قوسين. وملي كنهضروا على فورم، فورم يا اما فيرب يا اما ادفيرب يا اما ناون يا اما ادجكتيف، كيكونوا هيدا صفه فعل اسم او لا حال. اوكي مارك واز ذا فيرست كانتري ان ذا وورلد تو ريكوجنايز ذا اندبندنت اوف ذا يو اس اي. المغرب هو أول دولة في العالم يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. استقلال هنا مباشرة independent، كنعملو independence سي او ألفا، كنحيدو تي كنعملو سي او. هنا number two، developing renew energy is among the priorities of Morocco of Moroccan government. إذا هنا developing renew هذا ماشي فعل، لحقاش باقي كاملة، energy عاد الفعل كيبدا من هنا، is هذا object كامل وهذا subject كامل. إذا نقول developing renewable energy، renewable هنا كنزيدو A B L E ولا A B L A، okay A B L E، okay developing renewable renewable okay هي كتقرا renewable مزيان. B filling the gaps with the appropriate words or phrases from the list، يعني كنعمرو بهاد الكلمات many بزاف many. And the United States have been struck by the hurricane this year، بزاف ديال المناطق تعرضوا للهوريكان ولا ما يسمى ب هوريكان اعصار. اوكي اذا نقول بزاف ديال المناطق problems مشاكل disasters كوارث areas مناطق، إذا نقول many areas مزيان. MSF ملي كنقولو MSF هذا اختصار ديال شي حاجة سواء كانت منظمة شركة دولة أي حاجة. MSF كنقولو stands for يعني تعني أو يقصد بها. MSF stands for Medecins Sans Frontières مزيان. دوزو سي، سي filling the gaps with appropriate words or phrase from the list. محاء الحسين، محاء الحسين دابا إذا كان محاء الحسين هنايا ياك وكان عندنا الفعل هنايا خصنا نستعملو هو W H O هو، ولكن مادام كاين محاء الحسين هنايا وكاين everyone يعني everyone calls، شوف everyone calls محاء الحسين. إذا everyone فاعل subject calls فعل وهذا كيتحسب مفعول به، اذا هنا خصنا نعملو ضمير ديال المفعول به، هذا ضمير الملكيه، هذا ضمير المفعول به وهذا لغير العاقل. اذا نقول محاء الحسين هم everyone، هم everyone مزيان. نمبر 2 many people today can't imagine، هنا imagine وهنا خصك تستعمل واش to live واش فعل infinitive ولا gerund living ولا will live. many people today aujourd'hui إذن ماشي future ماشي المستقبل، ممكنش يقولوا will live مزيان. إذن many people today can't live، ما كتجيش can't imagine to live ما كتجيش. إذن نقولوا many people today can't imagine living، لا يستطيعون أن يتخيلوا العيش بدون their mobile phone، بدون هواتف مزيان. Put the verbs in brackets in the correct tense.
قال لك ضع الافعال بين قوسين في التاس في لو طون اللي هو مناسب. باي جون 2018، باي جون شوف فوقاش ما شفتو هاد باي جون، باي ذا اند اوف سيمستر، باي ذا اند اوف 25، باي ذا اند فوقاش ما كانت هاد باي ذا اند وفيها شي حاجه ديال المستقبل، ما كتهضرش على 2010 ولا لا، دايما المستقبل 2019 و20 و30 و40 الى اخره. باي جون هنا كنستعملو فيوتشر بيرفكت سيمبل، فيوتشر بيرفكت سيمبل. اشنا هو future perfect simple؟ ملي كنهضروا على future perfect simple خصنا نستعملوا will زائد have زائد past participle ديال الفعل، will زائد have زائد past participle ديال الفعل. اذا هنا شنو غنكتبوا؟ غنكتبوا will زائد have، will have زائد past participle ديال الفعل اللي هو complete خصنا نزيدوا له e دي، مادام هنا كاينه e كنزيدوا غير دي صافي. اذا نقولوا by June 2018 the workers will have completed the high speed rail line between Tangier and Casablanca. Leila first meet her husband. إذا هنا في الماضي أول حاجة في الماضي كنشوفوا الجملة فاش كاينة في الماضي when she was at university. ملي كانت في university أول مرة غتلاقى husband ديالها الزوج ديالها. إذا نقولوا Leila first met، كانت هي نحيدوا غير واحد أ فباست كنعملو past simple عادي. ليلى first met her husband. exercise A أن E rewrite، rewrite يعني أعيد كتابة الجمل. rewrite the sentence beginning with the words given، كتبدل هاد الجمل اللي عطاو لينا. إذا أحمد الصفريوي رات لاب وات أميرفي in 1954، عطاونا لاب وات أميرفي. مادام عطاو هاد الجملة يعني هادي كتسمى passive voice. وباش نعملو هاد الجملة passive voice كنشوفو الجملة الاولى في الاصل شمن لو طون كانت، هادي شمن لو طون كاينه في الماضي رات باس سيمبل. اذا باس سيمبل كنعملو هنايا فيرب تو بي في باس سيمبل، اول حاجه هي كنشوفو الجمله شمن لو طون هي. اذا كانت في الباست اذا نعملو فيرب تو بي في باست. اذا نعملو هنايا لا بواط ا ميرفي واز، مزيان. اذا نعملو واز وكنشوفو الباست بارتيسيبل ديال هاد الفعل، باست بارتيسيبل هو ديال رات هي written، was written by أحمد صفريوي in 1954. مزيان. despite being an expert Jim couldn't recover his files from his hard desk. despite يعني بالرغم من أنه خبير، واحد سيد مجهد expert يعني خبير. Jim couldn't recover، Jim لم يستطع أن يسترجع ملفاته من حاسوبه أو لا من hard desk ديال الحاسوب دياله. أوكي مزيان. وعطاو لنا although Jim كتعني بالرغم من أن Jim، although Jim بالرغم من أن Jim. إذا نكتبو بالرغم من أن جيم، although Jim was an expert، وخا جيم كان an expert، although Jim was an expert he couldn't recover his files from his hard desk. he couldn't هو مقدرش، he couldn't recover his files from his desk from his hard desk he couldn't. إذن هو لم يستطع. number 3 we lost the game because our goalkeeper was not in good physical condition. حنايا فقدنا ولا خسرنا اللعبه لحقاش الحارس ديالنا ما كانش في الشروط الفيزيائيه، يعني الحاله ديالو ما كتساعدش، ما كانش فيزيائيا ما كانش واحد الشرط فيزيائي ما كانش مزيان. اذا اف غنقولوا كو كان اللاعب ديالنا if our goalkeeper had been in good physical condition we wouldn't have lost the game. we wouldn't إذا نقوله we wouldn't have lost the game. we wouldn't أو لا we might not. we might not حلف حلف we might not أو لا we couldn't ما كناش إذا ما عم خسره كوكان هو مزيان الحالة دياله مزيان. if our غنعاود if our goalkeeper goalkeeper هو الحارس المرمى حارس المرمى if our goalkeeper had been in good physical condition we wouldn't have lost the game. okay مزيان. ندوزو لهاد F match each send each expression with its appropriate function. هادو اسهل ما يكون، هادو صدقه في سبيل الله، كتعطى لكم الصدقه يعني اي واحد اذا ما عرفش هذا الشيء راه خصو العصر. expressions تعابير وfunctions الوظائف. اذا عندنا الجمل هنايا كريم will definitely join us this evening.
Karim will definitely join us this evening. Well, definitely. إذن هنايا علاش كيعبر. Number two, I shouldn't have tried to fix the computer myself. ما كانش عليا. I shouldn't have tried to fix the computer myself. ما كانش عليا. إذن هنايا ملي كيقول I shouldn't have كيندم. هذا ندم ومزيان مزيان. ثانية الندم. الندم هي expressing regret. مزيان. ثانية الأولى عندنا كريم well definitely. Well definitely يعني I am sure كريم غادي يلتحق بينا this evening هذا المساء. إذن غادي تكون certainty من المحتمل يعني أنه مؤكد عنده وحده. إذن الأولى certainty هذه السي الأولى expressing certainty والثانية كتعبر على الندم expressing regret. اوكي مزيان هنايا جي write appropriate responses to the following situations. Reading books is better than watching movies. هنا كتعطي الرأي ديالك كل واحد كيعطي الرأي ديالو. You express your opinion على هذه. Reading books قراءة الكتب هي أحسن من مشاهدة الأفلام. تقدر تقول you express your opinion. I believe that watching movies is better. يعني كتعطي الرأي ديالك مثلا. إما تقول I believe that reading books is better than watching television. ولا I think the rating يعني كتعطي الرأي ديالك وصافي. Number two, your friends can decide whether to buy a tablet or a laptop. You give advice. كتعطيه النصيحة. يا إما غتقول مثلا if I were you I would choose a tablet أو لا laptop أو لا أي مهم كتعطيه شي نصيحة وصافي. That's it. So that's it. Thank you very much for your watching. If you have any question, write it down and I'm going to answer you. ركزوا على اللانجويج. اللانجويج غالبا كتجي سهلة راه ما فيها شي حاجة اللي صعيبة. That's it. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.